السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من المرة اللي فاتت. والنهاردة بقى هنعمل تورتة مع بعض، عندنا عيد ميلاد والنهاردة هنعمل التورتة مع بعض. هنعملها من البداية للنهاية، من اول الكيكة الاسفنجية لحد التزيين. اول حاجة عندي كده 6 بيضات، وعندي بودر وفانيليا ومحسن جل، وعندي دقيق ونشا وسكر ومية. عندي طبق غويط كده. هنبدأ كده نعمل الكيكة الاسفنجية. هحط 1.5 كوباية من السكر في الطبق زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتشيروا الفيديو مع اصحابكم كده، وتابعوا بقى معايا الفيديو للنهاية وتشوفوا الطريقة معايا. حطيت 0.5 كوباية مية على 1.5 كوباية من السكر. عندي بقى كده عندي 6 اكياس من الفانيليا. حطيت لكل بيضة كده كيس فانيليا. فضهم كده بقى على احنا هنحط كل المكونات على بعضها وهنضربها معانا بالمضرب كله يعني مع بعضه، مش هنفصل البياض مع من الصفار ولا حاجة، كله مع بعضه. هفضي الفانيليا. فضيت كده 6 بواكي، وعاوزة 2 معلقة محسن جل او 1.5 معلقة. هفضي بقى الكمية المحسن اللي عندي دي كده، ومش ما بتنفعش من غير المحسن الجل، يعني هو اساس، يعني شيء اساسي في الكيكة الاسفنجية. انا جربت قبل كده ان انا اعملها من غيره، لقيتها ما بتعملش، ما بتنفش معايا وبتبقى سايلة. يلا كده بقى ندوب المحسن كده مع السكر ومع المية. حطينا كده 1.5 كوباية سكر و0.5 كوباية مية و2 معلقة محسن جل او 1.5 معلقة. هنيجي بقى على البيض، نكسره بيضة بيضة كده، علشان لو في بيضة بايظة يعني او مش كويسة مش حلوة، ما ايه ما نبوظش يعني كل المكونات، ما كده ما تضيعش علينا. هنضرب واحدة واحدة، نكسر واحدة واحدة ونحطها في الطبق. كده حطينا 2 بيضتين، كسر البيض كله. كده حطينا 6 بيضات. هنحط بقى 1 معلقة كبيرة من البودر. كده احنا حطينا النشا، حطيناها. عندي 2 كوباية من الدقيق، عليهم 1 معلقة كبيرة من البيكنج باودر. بيكنج بودر اللي هو خميرة الحلويات، ده في الدول العربية اللي بره بيسموه خميرة الحلويات. كده هنقلب الدقيق بقى كده علشان المضرب ما يطيرش مننا الدقيق بره كده. هنقلبه بالمعلقة لحد ما كل المكونات تدخل في بعضها كده. خلاص كده تمام، دور المعلقة انتهى. نجيب المضرب معانا ونضرب المكونات دي خالص كده. نجيب الاسباتولا كده ونمسح الطبق
نقلب العجينة كويس علشان كل حاجة تدخل في بعضها كده. يعني نضرب فيها قد 7 دقايق كده. بنجهز بقى عندنا صينية على زي ما احنا عاوزين نعملها بقى، في صينية مدورة او مستطيلة زي ما انا عملت كده. انا دهناها بالفرشة من الزيت، ممكن تحط ورقة زبدة، والافضل ورقة زبدة علشان لما نيجي نقلبها تتقلب معانا سهل. فضيتها بالشكل ده وهدخلها الفرن على درجة حرارة 160. هتاخد حوالي نص ساعة في الفرن. لو عندك صينية عالية وحابة تعمليها في صينية أصغر من كده هتمشي وهتبقى كويسة. ده كده بعد ما طلعت من الفرن قعدت حوالي نص ساعة، طلعتها بالشكل ده. الفرن كان على 160. هفصلها من الجناب. انا كده سبتها ليلة بحالها، يعني انا كنت عاملاها من قبل ما اعمل التورتة بيوم، ولو حابة تعملها في يومها عادي مفيش اي مشكلة. حطيت عليها الكيس كده، لو اول ما طلعت من الفرن حطيت عليها الكيس هيلزق، هيشلك الوش كله من غير ما تعملي بالسكينة. كده هنشيل بس الحراف كده والزوايد واشيل الوش كده علشان لما نيجي نحط عليها الكريمة والحاجة تثبت عليها. هننضفها ونقطع الحراف كده بالسكينة. انا هنا بقيسها عشان عاوزة اقسمها نصين، عاوزة اعملها كده تكون مقاس صغير علشان انا مش مكبرة الكيكة. انا كده هقسمها، الصينية كانت كبيرة. عندي بقى على البوتاجاز حاطة مية في حلة وعليها طبق زي ما انتوا شايفين كده علشان يبقى الشوكولاتة تسيح على حمام مائي. حطيت لها 3 معالق زيت، يعني ممكن تحط 100 جرام شوكولاتة تحط عليه معلقة ونص زيت، معلقة زيت كده. وحطيتها تسيح. هي هتحتاجي لو قد المقدار ده هتحتاجي بس شوكولاتة 100 جرام. بوريكم الكيكة طرية وهشة وجميلة. هنقطعها بقى من النص، نقسمها برضو كده. كده هنعملها 4 طبقات. دي السكينة المشرشطة اللي انا بقطع بيها دي. ننظف بقى المكان بتاعنا كده علشان نعرف نشتغل. انا هقلب واشتغل على الصينية زي ما انتوا شايفين. بس بعد ما اخلص الكريمة، حطيتلنا الكريمة عليها، هب احطها على اللوح اللي انا جايباه ده. اول حاجة كده نيجي على الصينية عشان ما نبهدلش الورقة اللي بنحط عليها. نيجي بقى للكريمة. عندي 3 كوبايات من الكريمة، بس المقدار اللي انا عملته ده جه كتير شوية، يعني ممكن انت تحطي 2 كوباية كريمة عليهم 2 معلقة كريم باستري. والكريم الباستري ده بيخلي الكريمة متماسكة ويديها لمعة وطعم حلو. حطيت 3 كوبايات كريمة عليهم 1.5 كوباية مية و2 معلقة كريم باستري. هضربهم بقى بالمضرب كويس كده. وحطيت عليهم 3 معالق من السكر. كل كوباية كريمة كريم شانتيه لها 2 معلقة سكر. كده حطيت 3 معالق سكر و3 كوبايات كريم شانتيه وعليهم 1.5 كوباية مية و2 معلقة كريم باستري. انا زودت هنا يعني 1/4 كوباية مية، لقيتها انها تقيلة كده حطيت 1/4 كوباية كمان.
ده الكريمة بعد ما ضربناها خلاص كده. عندي بقى محلول كده سكر على طعم الفراولة، سكر حتى كوباية مية على نص كوباية سكر، وغليهم على البوتجاز، وبعد كده حطلهم طعم الفراولة وكيس فانيليا. هنحط الكريمة كده بقى أول طبقة. بعد ما حطينا الشراب اللي احنا حطيناه ده، حطيت عليه الكريمة، ونسقي بين كل طبقة وطبقة، نسقي كده وبعدين نحط الكريمة. لو انتي مش عاوزة تحطي طعم الفراولة عادي خالص، بتحطي الكريمة بعدها وخلاص، بتسقي وتحطي الكريمة. ده كل واحد وذوقه. ما نكترش الكريمة بين الطبقات، ملهاش لازمة انها تبقى كتيرة. نحاول نظبطها كده ونخليها قد بعضها. انا بعمل كيكة واحدة في البيت، يعني مش محتاجة ان انا اجيب القرص الدوار. لو هعمل كتير او ممكن ابيع يعني، ففي الحالة دي بجيب القرص الدوار اللي هو بتاع الترت. من غير كده تقلبي الصينية وتعملي عليها زي ما انا بعمل كده. هندهن بقى كده الكريمة، نحط طريقتها سهلة جدا، تابعيها معايا واعمليها لولادك في البيت. نحاول نسويها كده على قد ما نقدر. عاوزين نطلع برضو شكل حلو معانا. لو لسه ما حطيتيش لايك للفيديو، حطي لايك وفعلي الجرس لو برضو لسه ما فعلتيش جرس الإشعارات. كده خلصت، حطيت الكريمة من فوق ومن الجناب. هنقلها بقى كده على مكانها علشان نفنشها الفنش الأخير. نسويها بس حاجة بسيطة كده. جبت بقى كيس الحلواني، حطيت فيه بلبلة كده، وحطيت فيه الكريمة البيضة زي ما هي. هنعمل وردات كده على الحراف، نشوف الشكل يطلع معانا بقى بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها. انا مفيش حاجة في دماغي معينة، انا بعمل كده معاكم وانا شغالة، يعني بعمل الطريقة بفكر وانا شغالة كده. حطيت بقى لون احمر كده على الكريمة البيضة، وحاولت ان انا اعمل حاجة لون مختلف كده يديها شكل. وده البلبلة دي اصغر من البيضة، عملت وردات صغيرة. هنجيب بقى الشوكولاتة اللي احنا مسيحينها، هنصبها بالشكل ده. انا ليه قلت لكم 100 جرام؟ علشان الشوكولاتة اللي عملتها جت كتيرة، فمية جرام لو هي تورتة قد دي، 100 جرام بس هتحطها على الوش كده هتكفي. وسخناها على حمام مية وحطينا لها 2 معلقة زيت. جبت بقى كريسبي فارماسيل اللي هو دواير ده حبيبات. هنا كانت الشوكولاتة نشفت شوية، فحطيت شوية كمان
علشان الكريسبي اللي انا بحطه ده يمسك فيها. ده كريسبي برضو من عند العطار. برضو ممكن نمسك الفرماسيل كده على الجناب ونرش عليه كده. وده كريز. وبكده نكون خلصنا التورتة بتاعتنا. حاجة جميلة وتحفة، وحاجة معمولة في البيت بقى طعمها نظيف، نظيفة وطعمها حلو. عارفة انت عاملاها ازاي، وطبعا اوفر من الشراء من بره. جربوها وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم على خير في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.